عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ هنشرح النهاردة الفيتال ساينس. فقبل ما نبدأ كده، اشرب كوباية نسكافيه وتعالى. طب مش يلا بينا بقى؟ يلا بينا. أول حاجة كده الفيتال ساينس دي الأهداف اللي المفروض تبقى عارفها بعد ما نخلص. طيب الانترودكشن قال لك ايه؟ قال لك ان الجسم بتاع الانسان صحي بيكون قادر ان هو سيلف ريجوليت، يبدا ينظم نفسه وذات نفسه من خلال عمليه الهوميوستاسيس، اللي هو اتزان الجسم من حيث الحراره، من حيث الحموضه، من حيث كل حاجه، يعني من كل السوائل الداخليه، يعني اللي بيكون القدره الطبيعيه من الجسم ان هو منتين يبدا يحافظ على الستيبل انترنال انفايرمنت، البيئه الداخليه مستقره، بواسطه تصحيح الاب نورمال كونديشن، يعني بيبدا يصحح الحالات الغير عاديه ويعمل اتزان للعمليات بتاعت الجسم. الفيتال ساينس دي بقى المؤشرات للقدره نفسها بتاعت الجسم ان هي تحافظ على الهوميوستاسيس. يبدا بقى يقيس له الفيتال ساينس عشان يعرف هو محافظ على الهوميوستاسيس ولا لا، يعني الحراره بتاعت جسمه كويسه ولا لا، النبض بتاع الهارت ريت عنده كويس ولا لا، الضغط جوه جسمه كويس ولا هكذا. الانترودكشن قال لك التمبريتشر والبالس والريسبيريشن والبلد بريشر، يعني درجه الحراره والنبض والتنفس والضغط والبين، كل الالم، كل دول بيعتبروا الفيتال ساينس. دول الفيتال ساينس دول كي خمسه، لان هم بيبداوا يقيسوا بعض الوظائف الحيويه ويدعموا معلومات ضروريه جدا جدا الحالة البدنية نفسها بتاعت المريض، ان هو كويس او لا، درجة حرارته عالية يبقى مش كويس، هكذا. هما بيبدأوا يقيسوا الفيتال ساينس عشان يعرف. الفيتال ساينس دي بيجب ان انت تحصل عليها او يجب ان انت تحصل عليها وتتحسب عشان وتتحسب مع الرعاية، يعني مع الرعاية والدقة، يعني يكون في اتم الدقة واتم الرعاية، يكون في رعاية جيدة جدا ودقيقة، يعني ان انت وانت بتعمل له يعني الفيتال ساينس، عشان برضه ما نعديهاش كده، وانت بتعمل له الفيتال ساينس يكون في دقه، وانت بتعمل رقم ما تبقاش معاملها مش دقيقه فتطلع رقم غلط، والرعايه نفسها تكون دقيقه وانت بتعمل له الفيتال ساينس. طيب الانترودكشن قال لك التقييم الفيتال ساينس بيكون روتين ميديكال بروسيدجر، يعني حاجه اعتياديه طبيه جدا، ان هو زي انت بتعرف دلوقتي ان انت اي حد يخش مستشفى تعمل له فيتال ساينس، اي حد بينقل دم فيتال ساينس، فالحاجه اعتياديه عليك. الحصول بقول لك الاوبتيننج، الحصول على الفيتال ساينس بشكل اساسي للمريض بيكون ضروري جدا، بيكون ضروري جدا للمقارنه اللاحقه، يعني اللي هتبدا تؤشر لاحتياج الجسم او احتياج الشخص دوت للميديكال انترفينشن، لتنفيذات او لحاجات طبيه يعملها الممرض. طيب الفيتال ساينس عندك التمبريتشر والبالس والريسبيريشن والبلاد بريشر والبي، اوكي. قال لك الاوقات نفسها عشان تبدا تعمل او تبدا تقيم الفيتال ساينس، قال لك as soon as patient is admitted to the hospital، بمجرد ان المريض يبدا يدخل المستشفى زي ما قلت لك، وقبل وبعد، قبل وبعد السيرجيكال والدياجنوستيك بروسيجر، اجراءات او عمليات تشخيصية أو جراحية قبل وأثناء وبعد نقل الدم. مثلا في المستشفى عادي، في بيبقى في انتظام كده للفيتال ساينس، اللي هو يقول لك المستشفى دي بتقيس للمريض كل 8 ساعات، المستشفى دي مش عارف بتقيس كل 24 ساعة، المستشفى دي بتقيس كل شيفت، هكذا، أوكي. أو لما يطلب منك الدكتور مثلا قال لك المريض ده هتقيس له كل 8 ساعات مثلا، كل 4 ساعات مثلا، مش عارف كل إيه، فدي أوقات تبدأ تقيس فيها الفيتال ساينس. قالك برضو قبل وبعد اضافه ادمنستريشن، اضافه ادويه معينه اللي تبدا تاثر على الكارديو فاسكولار ريسبيريشن سيستم، اللي هو الجهاز الدوري والجهاز التنفسي، زي مثلا فحص البالس، انك تفحص البالس، تفحص النبض بتاع المريض قبل ما تديله الدايجوكسين. الدايجوكسين دي زي عقار، اوكي، بيبقى فايدته ان هو بيزود لك الانتروبيك، بيزود لك الانقباض بتاع عضله القلب، تمام. فانت قبل ما تديله لازم تعرف النبضات نفسها بتاع القلب قد ايه والكلام ده كله، فده بيأثر على الاس اي نود، او يبدأ يأخر الوقت نفسه بتاع الاس اي نود، فيخلي القلب يبدأ يزيد ويركز الكالسيوم جوه العضلة، بيعمل شوية حاجات كده بيخليها تزود سرعة النبضات نفسها، اوكي.
قال لك برضو في الحالات نفسها البدنية العامة للمريض اللي هي بتتغير على أساس حكم التمريض. يعني مثلا لو واحد على قرار التمريض، يعني المريض نفسه بيبقى قرار إن هو مثلا لاحظ إن هو لوس أوف كونشنس، يعني بدأ يفقد الوعي فيبدأ يقيس له الفايتال ساين. قال لك طيب البادي تمبريتشر درجة الحرارة نفسها إيه تعرف؟ قال لك والله دي الديفرنس، دي الاختلاف ما بين الهيت بروديوسد، الحرارة اللي جسمك بينتجها بواسطة البادي بروسيسز، اللي هي العمليات نفسها بتاعة الجسم، أو بواسطة الهيت لوس، الحرارة اللي بتفقد للإكسترنال إنفيرومنت، قاعد في أوضة مثلا باردة فأنت هتفقد الحرارة للأوضة، أوكي؟ فدرجة الحرارة بتاعتك بتبقى عبارة عن الهيت بروديوس اللي جسمك بينتجها، العمليات الأكسدة والحاجات دي كلها، والهيت لوس اللي بتفقدها. طيب قال لك أنواع درجة الحرارة عندك الكور تمبريتشر، درجة الحرارة الكور اللي هي اللب أو اللي هي داخلية بتحصل في كافيتي، تجويف جوه الجسم. يعني ايه؟ قال لك دي درجة الحرارة بتاعت الديب تيشوز، الأنسجة العميقة من الجسم، زي مثلا الكرينيوم، الجمجمة والثوراسيك والأبدومينال، الصدر والبطن، بس كل دي كافيتي، يعني تجويف الصدر، تجويف البطن، تجويف الجمجمة، تجويف بتاع الحوض، اوكي؟ ودي بتبقى يعني غالبا كده بتحافظ ان هي تبقى ثابتة نسبيا، بتبقى درجة الحرارة بتاعت الحاجات الكافيتي دي بيكون 37 درجة سيليزيوس. ودرجة الحرارة بتقيس بالفهرنهايت زي ما انت هتاخدها بعد شوية، ف 37 بيساوي 98، اوكي؟ هتعرف دلوقتي يعني مش مهم، المهم انت تبقى عارف ان هي 37، اوكي؟ قال لك بتقاس بواسطة الانفيسيف ميثود، يعني طرق كده بتبدأ ان هي تخش جوه الجسم، يعني زي القسطرة ده انت دلوقتي بيقول لك ان هي بتدعم لك اكيوريت ميجرمنت، قياس دقيق جدا جدا، وبتستخدم بفعل مين؟ البلمونري قسطرة، القسطرة الرئوية، اوكي؟ فهي بتعمل انفيسيف ميثود، الطرق بتبقى بتخش جوه الجسم، انفيسيف يعني تبدأ ان هي تخش جوه الجسم. قال لك ايه برضه عندك النوع التاني سرفيس تمبريتشر اللي احنا بنستخدمها غالبا، اللي هو درجة الحرارة بتاعت الجلد، ودي التمبريتشر من السكين والسبكوتينيوس تيشو، الأنسجة اللي تحت الجلد والدهون، كل دي بتبدأ تقيس الحرارة بتاعتها، ودي بتبقى بتزيد وتقل بشكل مستمر. بتزيد وتقل بشكل مستمر طبعا طبقا للانفيرومنت تشانجز. انت قاعد في اوضه بارده هتبدا حرارتك تقل، قاعد في اوضه وفاتح الدفايه وكده هتبدا حرارتك تزيد، فانت بتتغير على حسب البيئه، اوكي؟ درجه حراره جلدك، لكن الكافيتي مش بيتاثر قوي بالحته دي. والصوره دي مش واضحه قوي، يعني بيقول لك ان في حراره بتزود لك الحراره بتاع جسمك اللي هي الميتابوليزم، الحاجات بتاع البادي بروسيس، العمليات نفسها بتاع الجسم، اوكي؟ او ممكن البيئه هي اللي دفايه كده، او في حاجات بتفقدها عن طريق الراديشن هتعرفهم دلوقتي، اوكي؟ اي صوره واضحه. الهيت لوس ميكانيزم بتفقد الحرارة ازاي؟ قالك والله الحرارة تبدأ ان هي تفقد وتتغير بتاعة حرارة الجسم، يعني من الجسم بواسطة عمليات التالية، الراديشن، الإشعاع، جسمك بيطلع إشعاعات حرارية من جسمك فتفضل تفقدها مثلا للبيئة لو انت قاعد في مكان بارد، كوندكشن اللي هو التوصيل، انت مثلا جسمك جسمك مثلا سخن، اوكي، ودافي مثلا، وانت جيت سلمت على واحد وساعات فتلاقي الحرارة بتاعتك بدأت تتنقل لصاحبك وانت بتسلم عليه مثلا، اوكي؟ او ممكن انت ماسك حاجة سخنة فهي بدأت الحرارة تتنقل ليك انت. الكونفكشن اللي هي الحرارة تتنقل بس، او بتاع الحرارة نفسها بتتنقل على حسب الهواء، اوكي؟ الفيبريشن اللي هو التبخر، اوكي؟ اللي هو برضه السائل بيتحول لغاز فيبدأ يحصل عملية تبخير فبتنقل لك برضه ايه الحرارة. طيب او نفس الكلام قال لك ايه؟ قال لك الكوندكشن والكونفكشن والراديشن اهو. بص دوت ايه؟ الكونفكشن الهواء، ودي بتبقى سهله جدا. ليه؟ لان انت عارف ان الدفايه من زمان في اعدادي، وعارف ان الهواء السخن بتاع الدفايه بيطلع لفوق عشان كثافه، والهواء البارد بينزل لتحت، نفس الكلام هو دي الكونفكشن، تلاقي الهواء بدا يطلع سخن لفوق والهواء البارد ينزل لتحت. فدي اي لو شاور لك على السهم دي او شاور لك على السهم دي فتعرف ان دي كونفكشن. لكن الحديد ده، الحديد ده سخن من الولعة اللي تحتيه ده، فالحديد ده لما بيسخن هيبدأ ينقل الحرارة للبتاع اللي فوقيه دي، فإن كون الحديد السخن ينقل الحرارة للبتاع دي نقلها عن طريق التلامس، فدي بيسموه كوندكشن، التوصيل، في توصيل في تلامس، أوكي؟ لكن الراديشن إشعاع بيطلع في الأوضة، بقية الأوضة يدفي الأوضة مثلا، هكذا، أوكي؟ وبس. ناخدهم واحدة واحدة. الراديشن اللي هو نقل من الحرارة من السطح من شيء معين لآخر، راديشن إشعاع، بدون
ودي مهمة جدا. الفرق بين الراديشن والكوندكشن ان الكوندكشن في التلامس، لكن هنا الراديشن مفيش اي تلامس. اوكي، حتى بص الشمس مفيش اي تلامس ما بينها وبين الارض، وتلاقي الارض الصبح ايه سخنة. اوكي، عشان الاشعاع بتاع الشمس. الكونفكشن اللي هو بتاع الهواء، اللي هو الحرارة السخن تطلع لفوق والبرد ينزل تحت، ودي بتبقى نقل من الحرارة طبقا ايه لحركة الهواء. الهواء اللي بعد كده الكونفكشن برضو نفس الكلام، الهواء السخن يطلع لفوق والهواء البارد ينزل لتحت، الكلام ده. طيب الكوندكشن اللي هو بيبقى فيه تلامس، نفس الكلام بتاع الراديشن، بس المرة دي دايركت كونتاكت، نقل الحرارة بس عن طريق تلامس مباشر، اللي هو زي دي كده بالظبط. انت في شمعاية ودي حاجة انت ماسكها مثلا، وليكن حتة حديد، الحديدة لما حطيتها البتاعة دي بدأت تسخن وتنقل الحرارة لإيده فهيتلسع مثلا، المهم. فانت عملت ايه؟ نقلت الحرارة من هنا لهنا، فدي في تلامس للحرارة اهو. اوكي، فدي بيسموه كوندكشن. الليفريشن اللي هو بكل سهولة لما الليكويد يتغير لجاز، فيبدأ البخار ده اللي انت مش شايفه اصلا، بس انا شايفه بيبقى في بخار هنا بيبدأ يحصل، يعني دي مثلا مش عارف كوباية شاي ولا ايه، فبيبدأ في بخار، فدي حرارة تتنقل. اوكي، نفس الموضوع هنا كونفكشن، الهواء السخن بيطلع لفوق والهواء البارد ينزل لتحت، هنا الراديشن اشعاع لانه تحت، هنا لمس حاجة سخنة فتتنقل له فيبقى كوندكشن كده. نفس الموضوع كوندكشن عشان لامس، هنا كونفكشن عشان في اتجاه سخن، البارد ينزل لتحت والسخن ينزل يطلع لفوق زي انت شايف، وهنا راديشن. بص بقى حاجة مهمة، هنا في عوامل بتبدأ ان هي تزود لك الهيت برودكشن، انتاج الحرارة دي قلت لك عوامل جوه جسمك. اوكي، انتاج يبقى جوه جسمك، زي مثلا الارتعاش او التدريبات، بتبدأ شد العضل، العمليات بتاعة يوتيلايزيشن اللي هو تبدأ تكسر وتأكسد الطعام، العواطف، العواطف بتبدأ تأثر على الحرارة بتاعة الجسم بتاعتك وتأثر ليه بقى، انت مثلا في وضع طوارئ او ايا كان الوضع، فأي عواطف بتأثر عليك، فمثلا ممكن الأدرينالين يزيد عندك فيبدأ يزود لك إنتاج الحرارة، الكلام ده كله. أوكي، عندك مثلا الديزيز، برضو أمراض معينة. أوكي، تبدأ إن هي تزود لك الحرارة. طيب وتجيب لك متوسط 37 اللي هي 98 في فرنهايت. المهم قال لك العوامل اللي تبدأ تزود لك فقد الحرارة، فأنت عندك الإيفابوريشن اللي هو التبخر من الجلد واللنج، عندك مثلا لما الهواء اللي هو بتاع الدفاية اللي بيتسخن بيطلع لفوق، الكلام ده كله، فدي كلها بتزود لك فقد الحرارة. انت عمال تفقد عن طريق التبخر، تفقد عن طريق الاكسكريشن، اخراج من اليورين والفيزز، ما انت اليورين دوت والفيزز اللي بتطلعهم من جسمك بيقللوا لك درجة الحرارة بتاع جسمك. انت قاعد في بيئة مثلا باردة شوية فتفضل تفقد الحرارة بتاع جسمك للبيئة دي، فهتلاقي حرارتك بتقل، فده عوامل عمال تنقص لك درجة الحرارة. طيب قال لك العوامل اللي بتأثر على درجة الحرارة، قال لك والله العمر الانفنتنس واليانج شيلدرن، الأطفال دمت عادة بيكون عندهم درجة حرارة أعلى من الأدلت. ليه بقى؟ قلت لي بسبب إن عندهم عدم التنظيم، يعني الميشر عدم نضوج للتنظيم بتاع الجسم، اللي هم يسوز عندهم مش ناضجة. أوكي، فمش عندهم التزاين، فتلاقي مش عندهم قصدي اتزان، فمش هتلاقي هتلاقي درجة حرارة الأطفال غالبا بيكون أعلى. الجندر النوع، أوكي، فتلاقي النساء أكتر من الذكور بيبقى عندهم زيادة طفيفة في درجة الحرارة في وقت من الأوفيوليشن التبويض عند النساء، في بريجنانسي وفي عندك البروجسترون، كل الحاجات دي بتزود لهم الحرارة عندهم زي ما تاخد دلوقتي، فالأوفيوليشن عملية التبويض دي بتخلي عندهم حرارة زيادة. الفيزيكال اكسركايز التمارين عموما احتراق طاقة ده هيزود لك، فالتمبريتشر بتبدأ إن هي تزيد كنتيجة لزيادة الكونتراكشن، تمام، وتبدأ تزود لك سريان الدم بسبب النشاط، وتبدأ تزود لك نشاط القلب، وتبدأ ضربات القلب تزيد والحاجات دي كلها. قال لك السيركيديان ريسيزم اللي هو الأوقات بتاعة اليوم نفسها، اللي هو درجة الحرارة في العادي بتتغير من خلال اليوم بمجرد بس درجة واحدة سيليزيوس في اليوم ما بين الصبح وبالليل، من الصبح بالليل ممكن تتغير واحد بس في الجسم يعني. قال لك أعلى نقطة، ودي بيجي عليها أسئلة جاي السنة اللي فاتت في الكويز، أعلى نقطة من درجة الحرارة عادة بتصل ما بين أعلى نقطة لدرجة الحرارة في الجسم بتاعك بتبقى من الساعة 8 بالليل للساعة 12 منتصف الليل. هنا بقى بيجي بالك 8 الصبح 8 بالليل، فأنت لازم تبقى عارف من 8 بالليل ل 12 بالليل بيبقى جسمك دافي أعلى نقطة.
اقل نقطة، ودي بتصلها اثناء النوم اصلا، بتبقى الساعة 4 للساعة 6، الساعة 4 بالفجر للساعة 6، كل دي صباحا. اوكي، وهو بيلعب على السواقة، حاجة من دي بيجيبهم يعني. طيب العوامل، تكملة العوامل اللي بتأثر على درجة الحرارة، عندك الإيموشنز، لو قلت لك العواطف والضغط ده بيزود، أوكي، فعندك البكاء والغضب، وكل ده بيسبب لك زيادة من درجة الحرارة. الهرمونات زي ما قلت لك البروجسترون، النساء عادة بيكتسبوا هرمونات تبدأ زي أكتر من الرجال، في إن هم عندك البروجسترون عندهم بيبدأ إن هو يرفع لهم درجة الحرارة. البريجنانسي نفس الموضوع، تلاقي كلهم البروجسترون زي الإيفوليويشن زي البريجنانسي، تلاتة لهم علاقة بالنساء فبيخلوا عندهم درجة حرارة، يبدأ يزود لهم في البريجنانسي، عندهم زيادة في الميتابوليزم في الأيض أثناء الحمل يعني، فيبدأ يسبب لهم زيادة في الحرارة. عندك ال environment changes، طب دي بتتغير يعني حسب بقى انت بتتعرض لطقس بارد شديد او لطقس سخن شديد، بتبدأ تتأثر بالطقس نفسه، لو بارد تتأثر بيه، لو بسخن تتأثر بيه، فيسبب لك consequence، عواقب شديدة. قال لك الانفكشنز، العدوى بتزود على طول يعني، انت لازم تبقى عارف ان العدوى دايما بتزود لك درجة الحرارة. الفود انتيج طبعا يعني على حسب، مش على حسب، انت لما بتاكل الاكل وتبدأ تكسده بتاخد بتطلع طاقة يعني، العملية نفسها من الاكل والهضم كل دي بيسبب لك زيادة في الحرارة نفسها. لكن اثناء الفاستنج اوكي مفيش اكل، ساعتها بقى هيبدأ يقلل لك الايض، فبالتالي هيبدأ درجة الحرارة نفسها تقل، فاهمني؟ استخدام العقاقير، عندك الانتي بيتريكس اللي هي حاجات بتقلل لك الحرارة، اللي هي الفيفر ريديوسنج دراجز، عقاقير بتقلل لك الحرارة، او الاسبرين، كل دوت بيأثر على درجة الحرارة. طيب اماكن نفسها من قياس درجة الحرارة، عندك الاورال والاكزيلا والوريكتال والتمبانيك والتمبرال، الفم والابط. بص انا ترجمهم بس مش هترجمهم تاني، اوكي، الاورال اللي هو الفم، والاكزيلا اللي هو الابط اللي هو تحت الذراع يعني، الريكتال اللي هو اللي هو المستقيم اللي هو جنب فتحة الشرج على طول، اوكي، التمبانيك اللي هو في الاذن، اوكي، اما التمبرال ارتري، دي الشريان بتاع بتاع العظمة اللي موجودة في السكال في الدماغ، فوق بتلاقي فوق الحواجب كده، هتشوفها دلوقتي في الصورة التمبرال، اوكي، كان تلاتة اللي تبقى عارفهم يعني اهو الاورال. وهنا يجي سؤال من الصورة دي على طول يعني كده من اولها، بيقول لك ان الجهاز نفسه الثرموميتر بيدخل تحت اللسان زي ما انت شايف، فبيقول لك ان بتبدأ تحط الثرموميتر دوت في البوستيرور سب لينجوال بوكيت، ودي بيجي على سؤال، البوستيرور سب لينجوال بوكيت بتبدأ تحط تحت اللسان، وممكن توجهها يمين او شمال، يعني ناحية الشيس ناحية الخد، اوكي، فانت تعرف ان هو بوستيرور سب لينجوال ايه بوكيت. تمام، قال لك كل حاجة لها مميزات وعيوب. الاورال لما تيجي تقيس درجة الحرارة في الفم دي لها مميزات، ايه مميزاتها؟ ان دي اكثر طريقة شيوعا، دي اكثر طريقة يعني بتبقى شائعة يعني، ودي اسيسابول يعني موثوق منها واسيسابول سهلة. تمام، بتبدأ تعمل لك، بتبدأ تديك درجة حرارة اكيوريت دقيقة، يبقى مين اللي بتديك درجة حرارة دقيقة؟ الاورال، عشان برضه ممكن نيجي على سؤال. طيب العيوب بقى، قال لك العيوب الثرموميترز دي بتبدأ ممكن تتكسر، الثرموميتر الزئبقية مثلا، عندك الثرموميتر الزئبقي بيبقى جواه زئبق، ما هو اسمه زئبقي ليه؟ الزئبق دي سام، فبيقول لك الثرموميتر ممكن هي تتكسر والزئبق نفسه يبدأ يطلع فيتكسر، فيبدأ الزئبق يسبب له سمان. قال لك الكونترا انديكيشنز اللي هي الحاجات اللي ما ينفعش تديها، في أشخاص ما ينفعش تسلوم أورال مثلا، زي مين؟ قلت لي الانفنتنس والشيلدرن، الأطفال دومت ما ينفعش تقسلهم تحت ال6 سنين، اي اطفال تحت ال6 سنين ما ينفعش تقسلهم. تقولي ليه؟ ممكن يدوسوا على الزئبق بسنانهم، على البتاع الترمومتر بسنانهم، فيكسروا الترمومتر فالزئبق يطلع في بقهم فيسبب لهم سمنة، او الانكونشس والواحد مش واعي خالص، فبالتالي ما ينفعش. او واحد ضعيف جدا، ايه اللي ضعيف جدا؟ لا يستطيع ان هو يغلق فمه جيدا، ازاي برضه؟ واحد مثلا سنانه واقعه، ف او هتقول لي اصلا المفروض انت بتغلق الثرمومتر باللبس بتاع البق، اوكي، اللي هو مش بتغلق بالسنان، لا بتقفل بقك، اوكي، شفتين يعني، بس هو معدوس سنان فمش عارف يتحكم في البتاع، فممكن ينزل في بقه نفسه، فما ينفعش، فانت احسن ما تقيسله. السايكاتريك بيشنت اللي هم المرضى النفسيين عندهم مشاكل نفسية، فما ينفعش تقيسلهم، ممكن يمسكوا يكسروا. البيشنت اللي هم مش بيعرفوا يتنفسوا من انفهم، ودي ممكن يكون مركب عين يعني، مركب حاجة على الأنف بتاعته، أو عنده مشكلة في الأنف زي ما هتاخد برضه في اللي بعديها.
ان عندك عملته سيرجري او انفكشن في الماوس او النوز، فمش هيعرف ايه، مش هيعرف يقيس الاورال. البيشنت اللي على اكسجين ماسك، واحد حاطط ماسك اكسجين وبياخد اكسجين في بقه، فمش هتعرف تقيس الاورال طبعا. البيشنت مع اللي هم عندهم تشنجات، مش هتعرف تقيس له. اللي هم عند واخدين سوائل سخنه او بارده، هيبدا ياثر على درجه الحراره، ما تقيسهمش اورال. قال لك الاكزيلري من الصور اللي هم بيبداوا يقيسوا ايه للاطفال. الاكزيلري زي ما انت شايف اهي تحت الابط، اوكي. لا مميزات ولا عيوب. المميزات ان هي امنه ونان انفيسيف. فاكر انت انفيسيف اللي بتبدا تخش في التجويف؟ لا دي من بره يعني من الابط، اوكي. نان انفيسيف مش بتبدا تخش جوه الجسم والكافيتي وكده زي القسطره. قال لك دي عيوبها ان هي بتعوز، يعني انت بتيجي تقيس من الاكزيلري الابط بتبقى بتزود نص بعد ما تخلص، فبتتطلب ان انت تضيف نص بعد القرايه. طلعت معاك 36 ونص، هتبدا تزود نص تبقى 37، اوكي. زائد كمان السمومتر دوت بتسيبه فتره طويله، بتسيبه 5 دقائق، مش قليلين برضه 5 دقائق، تمام. لكن الاورال بتسيبه 3 دقائق، ف5 دقائق مش قليلين. او الاورال مش مكتوب ان هي 3 دقائق، بس انت عارف ان هي، يعني انت تبقى عارف ان هي 3 دقائق. طب الكونترا انديكيشنز اللي هي الناس ما ينفعش نديلهم، زي مثلا واحد عنده سكين ديزيز، عنده مشكله في الجلد نفسها، عنده مرض في الجلد، عنده عمل واحده ست مثلا عملت ماس اوكتومي، يعني ازاله الثدي مثلا، ازاله الثدي ايا كان، ايا كان بقى اليمين او الشمال. فايه بقى المشكله؟ ان انت ما ينفعش تقيس الاكزيلري لواحده شالت الثدي بتاعها مثلا في اليمين، فما ينفعش تقيس لها الاكزيلري اليمين. ليه؟ لان بتبقى شالت اسمه ايه الاوعيه الليمفاويه كلها، ولما بتيجي تشيل يعني الثدي بتشيل اوعيه الليمفاويه، فلما بتشيل اوعيه الليمفاويه بتبقى معرضه لاي انفكشن، اي انفكشن صغير ممكن يبوظ الدنيا خالص. فانت الاحسن تبعد عن الاكزيلر، يعني للناس اللي هم شايلين ماست اوبتو. طيب الاكزيلري ووند، يعني واحد عنده ووند اصلا، عنده جروح معينه في الابط، فخلاص مش هتعرف تقيسه. قال لك الريكتال اللي هو في فتحه الشهر زي ما انت شايف، ودي بتحصل للاطفال بتحصل للكبار، بس اللي يهمني في الكبار ان انت زي ما انت شايف كده هو قاعد على جنبه، اوكي. يعني عشان يقيس له ريكتال بيعوز يقعد على جنبه، لان دي بيجي ممكن يجي عليها سؤال، اوكي، بيجي عليها سؤال. طب المميزات قلت لي دي يعني available، حاجه معتمد عليها، اوكي، يعني اللي هو معتمد عليه. العيوب كتير قوي. اولا ان السمومتر ريدنج تبدا ان هو سبتراكشن، تبدا تقلل نص بعد ما تخلص، بتقلل نص، يبقى انت الاورال بتاخد القراءه زي ما هي، هي دي القراءه، لكن الاكزيلري بتزود نص، لكن الريكتال بتقلل نص. برضو من عيوبها ان هي امبيرسنج ومور ان بليسنت، يعني محرجه. يعني تخيل واحد يقيس لك من الريكتال، اوكي، فدي حاجه محرجه ومش مش سعيده، يعني مش حاجه مش بتسعد الشخص، تبقى محرجه للشخص وصعب على المريض اللي لا يستطيع ان هو يقعد على جنب. زي ما قلت لك متطلب ان واحد يقعد على جنبه، زي ما انا جبتها لك كده كان قاعد على جنب. فلو واحد عنده اوبيز، اوبيز بيرسونز اللي هم عندهم اوبيزيتي، عندهم سمنه وتخان وكده، فمش بيعرف يقعد على جنبه، فتبقى صعبه ليهم. مثلا بتستطيع ان تصيب الريكتم في الجراحه اللي هتحصل بعد كده، تسيب له مشكله. او الستول امبيكيشن برضو مشكله، الستول اللي هو البراز نفسه، اوكي، ممكن يتداخل مع السموميتر في المكان نفسه، فدي حاجه مش كويسه. يتطلب السموميتر ان يحصل له لوبريكيشن، تبدا يعني زي زيته كده، يعني تبدا انك تنضفه كده. الكونترا انديكيشنز اللي هو ما ينفعش نقيس لهم ريكتال، مين هم؟ قالك لو واحد عنده مشكله، عامل عمليه جراحيه في ريكتم او البرينيال ريجن، دي منطقه جوه جوه المنطقه دي، يعني جوه الحته بتاعت فتحه الشرج، اوكي. والديزيز عنده انفليميشن مثلا، عنده التهاب او مرض في الريكتم، او كان عنده هيمور هويتس، عنده بواسير، عنده دياريه، عنده اسهال، عنده مشاكل كارديك، مشاكل في القلب، او بليدنج ديسوردرز نزيف. ليه؟ لان الريكتم دي بيعدي ناحيتها اوعيه دمويه كتير قوي، فلو حصل نزيف او كارديك فدوما بيؤثر جدا، ممكن تسبب مشاكل يعني، مش هتعرف تقيس لو في نزيف. التمبانيك اللي هو بيحصل في الاذن زي ما انت شايف بيحصل عادي للاطفال،
وزي ما انت شايف الاجهزه يعني سهله الاستعمال، بتدوس على الزرار ويقيس حاجه يعني سريعه جدا. ادفانتج ودي مميزاتها ان هي ريدلي اسيسبل زي ما انت شايف، سهله قوي، بتحط في الاذن وتبدا تدوس على الزرار، وكمان سريعه جدا، وتنفع تستخدمها للناس اللي ما عندهم تاكي بينك، ده جاي من كلمه تاكي بينيا اللي هو بيتنفسوا وعندهم سرعه تنفس اللي هو بينهج وكده، وتستطيع تستخدمها للاطفال. اوكي بس عيوبها ايه؟ قلت لي اغلبهم اجهزه زي ما انت شايف كده، اجهزه غاليه يعني، اجهزه الكترونيه وغاليه اكسبنسيف، وتبدا باحساس غير رائع. تعالى واحد حاطط لك الجهاز في اذنك، هيبدا طبعا تبدا جسمك يقشعر وكده، ف هيبقى برضه احساس مش كويس، يتطلب ازاله من اي حاجه حاططها في اذنك تبدا تشيلها بقى، ودي يعني مش عيب قوي، بس انت ممكن تكون حاطط حاجه يعني انت بتعالج من حاجه فمش هينفع بقى تقيس. اوكي بس دي لها علاقه بالحته دي، او انت عامل مشكله عندك سيرجري او كده، لكن هو انت باي حاجه بتحطها في ودنك بتشيلها. اوكي خطر، زياده الخطر نفسه من الاصابه الغشاء لو تم ادخال بتاع الثرموميتر نفسه لجوه، انت عندك الطبله بتاعت الاذن وكده، لو بدات تدخل الجهاز لجوه ممكن تبوظ الممبرين اللي جوه، هوريك الممبرين دلوقتي بس بعد شويه خالص. قال لك الان اكيوريت يعني مش دقيق قوي للاطفال، هو قوي يستخدم الاطفال لكن مش دقيق، بيتطلب الكفر نفسه بتاع البروب اللي بيقيس بيكون بيفضل يتغير كل مره ما بين كل بيشن، فدي عيب. طيب ما ينفعش تقيس للشخص مع الاير سيرجري عمل مشكله في الاذن، عنده عمليه قصدي جراحيه في الاذن، او عمل اوتيتس ميديا يعني عنده التهاب في الاذن الوسط، او عنده سملاخ كتير قوي في اذنه، سملاخ اللي هي الماده دي لو عنده بيفرزها جسمه كتير قوي فمش هينفع تقيسه. التمبرال اللي هي زي ما انت شايف دي نفس الكلام، جهاز وليه كفر على بتاع البروب كفر بيتغير كل مره، وجهاز سهل بيدوس على الزرار وسريع، فهو ريدلي اسيسبل سهل قوي وسريع ويستخدم للاطفال وكل حاجه كويسه فيه تمام. بس شوف بقى العيوب، قال لك بيتطلب اول حاجه ان هو طبعا استخدام الكتروني وغالي ومش متاح، وبيبدا بانكمفورتابل سنسيشن نفس الموضوع، احساس مش مريح، وبيختلف في التقنيه لو الشخص ده كان عنده تعرق انت بتقيس هنا، فبالتالي لو في تعرق التقنيه نفسها تختلف، وبتتطلب ديسبوسابل بروب كفر تغير كل مره بتاع الكفر نفسه. ما ينفعش طبعا لو واحد عنده هيد سيرجري، عنده جراح عنده في الحته دي مثلا عمل عمليه او كده. بيقول لك ايه اكتر حاجه اكيوريت؟ طبعا زي ما قلت لك اللي بتعمل في الاورال يبقى ده اكتر حاجه اكيوريت يعتبر جلاس اكيوريت. اوكي طيب ايه الانواع من السموميتر؟ الانواع من السموميتر الجلاس والميركوري، يعني هو عباره عن ازاز وفي ميركوري في زئبق. اوكي ودي جلاس تيوب انبوبه زجاجيه مع الميركوري مع الزئبق بداخلها، النقطه اللي الميركوري اللي الزئبق بيقف عندها بتبقى درجه الحراره، بيستخدم لقياس درجه الحراره بتاعت الجسم من 35 42، انا 35 42 بيقول لك يعني درجة الحرارة الموجودة على البتاع نفسه، يعني بص لو قريت هنا هتلاقي مكتوب 35 أعلى حاجة 42، فدي مش درجة حرارة الإنسان، درجة الجهاز نفسه كله من 35 42. أوكي مفيش أقل من 35 مفيش أعلى من 42. طيب الإلكترونيك ثرموميتر، الثرموميتر الإلكتروني يستطيع إن هو يستخدم للأورال والريكتال والأكزيلا. أوكي والقراءات نفس القراءات يعني الحاجات دي كلها. الميتال بروب اللي هو بيقيس نفسه تمام، دوت بيبقى الوان يعني ايه يعني، بص قبل لك كده سيكه دوت لونه ازرق اهو ودول لونه احمر، دي البروب. اوكي دي الميتال بروب دوت وليه الكفر بتاعه وحاجته تمام، ودي السلك نفسه اللي بيتصل ما بين الشاحن. طيب المهم الاحمر دوت بتاع ريكتال، يعني واحد هتقيس له ايه ريكتال هتقيس باللون الاحمر، الازرق دي بتاع واحد هتقيس له في الاورال او الاكزيلري، هو بيقول لك كده بالظبط، انا قلت يعني اقول لك على طول بالالوان، اللي هو الازرق بيبدا للاورال والاكزيلري بيبقى للفم وللابد، والاحمر بيبقى للريكتال الوان يعني. البوب نفسه بيبدا يتصل بالبطاريه زي ما انا قلت لك بواسطه فليكسبل كورد سلكي لين زي ما انت شايف ملفوف، والبلاستيك ديسبوسابل بروب كفر قلت لك زي ما انا قلت لك كده بيتغير كل مرة،
بيقول لك الثرمومتر الالكتروني دوت بيحافظ على الوقت وبتقيس بسرعه جدا، كلام جميل بس اكسبنسيف غالي. ودوت بتبدا ان انت تشحن البطاريه او تخليك موصل بالبطاريه، لا اما تقيس ويبقى يعني في حجاره وكده يعني، لا اما تفضل حاطه على الشاحن. بيقول لك الديجيتال ثرمومتر الرقمي دي بقى، قال لك دوت دقيق، اوكي بس اكثر بيقول لك بيستخدم شائع يعني شائع الاستخدام، ودقيق وسهل انك تقرا وسريع كمان. قال لك بيتطلب ايه؟ قلت لي بيتطلب تنظيف بسيط جدا بس للشاشه بتاعته وتطهيرها. ايه تاني؟ البطاريه نفسها بتبدا تتشحن وتتصل المتصله بيها يعني، تمام. ودي بيكون متصلة بيقول لك متصلة بمعالج دقيق جدا، ودوت بيبدأ يترجم لك الإشارات نفسها ودرجة الحرارة نفسها ويرسلها ويرسل درجة الحرارة ديت للشاشة الرقمية وتظهرها لك كرقم، بيقيس درجة الحرارة ويرسلها كرقم على الشاشة دي، اوكي على ديسبلاي شاشة رقمية. وبيقول لك ايه عشان تبدأ انك تستطيع، وبيقول لك يستطيع ان هو يستخدم يعني للأورال والريكتال والأجزلة. الانفرا ريد اللي هو تحت الحمراء، بس دي التمبانيك بتاع الاذن، فاللي هو بتبدا تقيس بقى الغشاء نفسه بتاع الاذن اللي انا قلت لك اوريك الغشاء ده بالاشعه تحت الحمراء. ايه حكايه الاشعه تحت الحمراء؟ اول بص اول حاجه اقول لك ان هو يوجوالي سمول هاند هيلد ديفايس، يعني اجهزه بتتمسك في الايد وصغيره جدا مع البروب اللي هو بتاع البروب نفسه اللي بتقيس بيه، اللي بيدخل للبيشنت الاير كانال القناه نفسها بتاعت الاذن. هوضح لك حاجه كده وبعد كده نرجع عشان تبقى فاهم وانا بكر. بص ده البروب، اوكي ودي كفر بيتغير كل مره، تمام. ودي البتاعه الصغيره دي خالص، دي الممبرين، دي التمبانيك ممبرين. التمبانيك ممبرين دي انت بتدخلها دي القناه، اوكي بتاعه الاذن، بتدخل جهاز يعني بس مش بتدخلها جوه خالص تسبب له مشكلة، لا تدخل منها جزء. ويبدأ هنا الغشاء بتاع المريض يطلع أشعة تحت حمراء، تحت حمراء قصدي، فتبدأ الأشعة دي تروح للبروب فيبدأ يستلمها فتبدأ تطلع على الشاشة. ده الموضوع كله يعني عشان يبقى فاهم واحنا بنقرأ ايه اللي بيحصل، تمام. فهو يقول لك كده بالظبط، قال لك بتبدأ تدخل للقناة بتاعة الأذن، الحساس نفسه في النهاية من البروب بيبدأ إن هو يسجل لك الأشعة نفسه اللي تحت الحمراء زي ما أنا قلت لك، اللي بيحصل بواسطة التيمبانيك ممبرين الغشاء ده اهو. فبيبدأ يحول لك درجة الحرارة. قال لك البروب نفسه بيحمى بواسطة ديسبوسابل كفر، يعني كفر بيتغير كل زي ما انا قلت لك، بيتغير كل مع كل مرة مع البيشنت يعني. قال لك الانفرا ريد تيمبرال ارتري الشريان التيمبرال نفس الكلام اللي هو بيتقاس هنا، بيبقى ليه أشعة تحت حمراء. قلت لي دي ازاي؟ قال لك بص هو اصلا الطريقة دي جديدة ونون انفيسيف، يعني مش بتخش جوه الكافيتي ولا حاجه، ده من بره خالص زي ما انت شايف من بره خالص في الفور في الفور هيد يعني. بيقول لك يعني ايه بتبدا انك تحصل على درجه الحراره. التمبرال ارتري دوت بيبقى موجود قريب من سطح الجلد في الفور هيد زي ما انا قلت لك هنا، والتمبل اريا المنطقه دي. التمبرال ثرموميتر دوت بيبدا تستخدم الفحص الاشعه تحت الحمراء عبر الوجه او حتى خلف الاذن، يعني ممكن مش هنا بس ممكن خلف الاذن، تمام. اللي بيبدأ يفحص لك درجة الحرارة من الدم بعد ما يفحص لك القراءة اللي بتظهر على الشاشة. الكيميكال دوت ثرموميتر، ثرموميتر اللي له علاقة بالنقاط الكيميائية، ودي بالنسبة لك ثرموميتر ديسبيسابل، يعني بتستخدم مرة واحدة بس، نقط كيميائية سوائل بتبدأ تغير لونها، ودي بتستخدم سوائل دوت نقط السوائل، ودي بتبدأ تغير لك اللون كمؤشر لدرجة الحرارة بتاعت الجسم يعني. قال لك عندما تستخدم هذه السمومات الفريدة أو الأجهزة دي بتبدأ إنك تضع السمومتر في المكان لمدة 15 ثانية، تمام، وتبدأ تقرأ الشريط نفسه وتبدأ تدون الارتفاع بتاع القراءة نفسها وتبدأ تحدد النقاط تغير لونها. أفهمك بقى الموضوع، دي بالفيرنهايت ودي بالسيليزيوس. خلينا نشتغل بالسيليزيوس عشان انت يعني اسليك، اوكي. دي بالنسبه لك الشريط ومكتوب عليه 35.5، 36، 36.5، الحاجات دي ارقام وترتيبها هو زي ما انت شايف، اوكي. هتبدا تحط الشريط ده هيبدا الوانه تتغير،
هو كان كله نفس اللون ده، كان كله لونه كده. هيبدأ في حاجات تحول لأزرق أزرق 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 زي ما أنت شايف، ويوصل لغاية هنا. تمام، هتقول لي خلاص عدى الأزرق 35.5، يبقى عدى 36، عدى 37، عدى 37.5، عدى 38، يبقى هو الحرارة نفسها لونت كل الألوان دي لأن هي أكتر. أوكي، لونت 38 كلها، يبقى هي أكتر من 38. لونت 38.5 وبدأت تاخد منها نقط كمان، يبقى هي أعلى من 38.5، يبقى هي 38.7، لأن هي لسه ما كملتش ودخلت على 39، فهي 38.7. نفس الكلام في الفرنهايت، بس الفرنهايت بتبقى تلاقي تحويلة تانية. هو عامل لك إن دي زيرو الرقم بالظبط، دي 2 من 10، دي 4 من 10، دي 6 من 10، دي 12. تمام، ودي الأرقام. فهو لون لك الصف الأولاني، لون لك الصف التاني، جه في الصف بتاع 98 بقى 98.0، 98.2 من 10، و4 من 10، 6 من 10، يبقى 98.6 من 10، 6 من 10. اوكي، هي بيحسبوا الألوان كده. اوكي، معلش على المحاضرة انها طول. قالك طولت يعني. السكين تاب سوميتر اللي هي في الشريط اللي بتحط على الجلد دي، ودي بتبقى زي بارز كده، بتبقى حساسة للحرارة، نفس الكلام بتاع الفكرة اللي فاتت. اوكي، بس دي بقى بتبدأ تطبق على الوجه وتبدأ تغير لك اللون كتقشير للحرارة بعد 15 ثانية. نفس الموضوع، وتبدأ تقرأ درجة الحرارة الصحيحة طبقا للألوان، يعني تغيرات الألوان. قال لك كل من الكيميكال اللي احنا لسه واخدينها، الكيميكال دي كل من الكيميكال ديسبيسابل ثرموميتر والهيت سنسيتيف اللي احنا دي الحساسه بتاعت الحراره دي، دول بيكونوا اكسلنت، طرق ممتازه. تقول لي بس ممتازه لكله؟ لا، ممتازه عندما تتعامل مع السمول تشيلد، اطفال صغيرين ما ينفعش تدي لهم ثرموميتر زئبق يكسروه يدخلوا زئبق يعمل سميه فمهم كده. ف الافضل يعني انك تديهم الحاجتين دول. طيب، قال لك النورمال رينج من البلد، درجة الحرارة انت عندك بالفيرنهايت 37، من 97 ل 99 دي النورمال. بالنسبة للسيليزيوس من 36.1 من 10 ل 37.2 من 10 سيليزيوس. طيب، بالنسبة للأورال المتوسط بتاع الأورال والتمبانيك، هما الاتنين نفس الموضوع، يعني الفم والأذن نفس الموضوع، 37 درجة سيليزيوس. أما الريكتال والأكزيلاري مختلفين. الاكزيلاري لو تفتكر كنت قلت لك ان انت بتزود نص، وانا اقول لك هتقدر تحفظ بيها سهله جدا. الاكزيلاري اللي هو الابط فوق، ريكتال تحت، انا بتكلم في جسم الانسان يعني، الاكزيلاري بتبقى فوق وريكتال بتبقى تحت، فانت الاكزيلاري فوق فتعلمها ان انت بتزود، ادام هي فوق يبقى تزود، ريكتال تحت فانت هي تحت فانت تنقص. يعني ايه؟ يعني انت قست الاكزيلاري اللي مثلا لقيتها 36.5، تقول لي ما انا لسه هزود نص، فيبقى 37 يبقى هي تبع النعمه. الريكتال لقيتها 37، الريكتال تحت فتبقى تنقص 37.5، فلما تنقص من النص تبقى 37، يبقى ايه؟ نورمال. تمام. طيب، قال لك بقى دي حسابات مش محتاجين نترجمها، نقول لك القانون على طول. السيليزيوس بتساوي الفيرنهايت تمبريتشر ناقص 32 في 5 على 9. نفس الكلام، الفيرنهايت بتساوي السيليزيوس في 9 على 5 زائد 32، وتحسب عادي خالص لما اقول لك حول لي 100 فيرنهايت للسيليزياس، فتروح جايب السيليزياس، تجيب عشان تجيب السيليزياس تجيب الفيرنهايت اللي هو كان 100 ناقص 32 في 5 على 9، تطلع معاك نفس الكلام، تعوض في القانون التاني. تمام. طيب، بص بقى، دي عندك من 36.1 من 10 ل 37.8 ده نورمال، درجة الحرارة بالسيليزياس من 36.1 ل 37.2 دي نورمال، من 37.5 ل 39.5 ده فيفا، من 39.5 ل 41 هايبر بريكزيا، اكتر من 41 هايبر سيراميا. تمام، اهو عشان هم مش مكتوبين هنا. فالنورمال اول حاجه درجه الحراره بتكون عاديه، بتبقى من 36.1 ل 37.2. الفيفا بتبقى من 37.5 ل 39.5 هنا، اللي هي ايه التالتة، اللي هي الهايبر بريكزيا، ودي بتطبق على الفيبرايل ستيتوس، ودي ممكن يجي عليها حته طبق على الناس اللي هم عندهم حمى يعني، ويكون الحمى بتاعتهم مرتفعه، اللي انت تلاحظ ان هو مكتوب لها جنب الهايبر فيبي هاي فيفا. تمام. المهم، فدي بتبقى درجه حرارتهم من 39.5 ل 41 سيليزيوس. دي بتكون هايبر ثيرميا، ودي بتبقى درجه الحراره مرتفعه جدا، في الحاله دي درجه الحراره بتبدا تعدي النورمال بسبب
ان انت عندك نقص في تنظيم الجسم، تنظيم الجسم نفسه بتاع الحمام مش عارف ينظم، الجسم مش عارف ينظم. ودي بتستطيع ان هي تصل ل 41 سيليزياس لاكتر، ممكن كمان تسبب يعني تبقى اكتر من 41 اصلا، فدي ممكن تؤدي لك للموت. الهايبوثيرميا دي كانت مكتوبه معاهم، ودي درجه الحراره نفسها بتقل من 5، بتبقى اقل من 35. طيب قال لك في انماط كده من الفيفر نفسها، في عندك ساستيند ودي حاجه ثابته، او كونستانت تمب دي مرحله ثابته كده، بيكون درجه الحراره بتاعت البيشنت نفسه اكتر من 38 سيليزيوس. الانترميتنت وديت بالنسبه لك، ودي مرحله بيبدا ان البيشنت درجه حرارته تعود للاكسبتابل فاليو في ليست وانس ان، يعني بيقول لك ايه خلال اليوم، يعني اللي هو بيقول لك دي مرحله درجه الحراره بتاعت البيشنت نفسه بتعود للمستوى نورمال خلال، يعني لو مره واحده بس خلال اليوم، هو عنده فيفر خلاص وعنده ارتفاع في درجه الحراره، بس خلال اليوم درجه حرارته بتوصل لدرجه مقبوله يعني درجه كويسه خلال ال 24 ساعه. اما الميتنت فدي مختلفه لان هي بتزيد وبتقل، بس ما بتوصلش بدون العوده للنورمال تيم، ما بتوصلش ليه المرحله النورمال، هي بتزيد وتقل بس ما توصلش النورمال. تمام، قال لك النيوروجينيك فيفا، ودي نتيجه من ان انت عندك تلف في الهايبوثالاموس، تمام، بسبب ان انت عندك تروما، عندك تروما في الانترا كرينيال، يعني عندك إصابة أو حادثة حصلت جوه الدماغ فأثر على الهايبوثالاموس فعمل مشكلة، عمل لك فيفر. أوكي، يبقى لما أجي أقول لك في أسئلة في آخر الفيديو الانتراكرينيال تروما أو الانتراكرينيال بليدنج أو حصل عموما تروما، فأنت بالنسبة لك ده هيزود لك يعمل لك فيفر يعني. ودي المراحل بس هي مش باينة يعني أوي، يعني هنا مثلا الكونستانت أو اللي هي بتبقى كونستانت ثابتة بس مش باينة، فأنت ممكن تبحث عن الكلمة نفسها على جوجل وتجيب الأشكال. تمام، قال لك المانيفستيشن المظاهر نفسها بتاع الحمى، والله أنت عندك البادي تمبريتشر درجة حرارة الجسم بيكون فوق الحد، حاجة طبيعية جدا، الجلد بيكون يعني حران وعنده لونه أحمر شوية، سويتينج الجسم طبعا بيعرق، بيحصل زيادة في الهارت ريت، في معدل ضربات القلب، بيحصل زيادة في معدل التنفس، بيبدأ يبقى يكون عندك توعك وضعف في الجسم بتاعك، تعرق وجسمك عمال يرتجف في بعض الأحيان. تاني بيحصل لك نقص من الشهية، صداع، ممكن يعمل لك نوبات من السرعة أو نوبات من التشنجات يعني. طيب التشخيصات بتاع التمريض بتقول لك ايه؟ قال لك التغيرات بتاع درجة الحرارة بتاعت الفيفر والهايبرثيرميا بتكون متعلقة بالإنفكشن، الإنفكشن بتزود زي ما انت لسه واخد، وعمليات المرض كل دي بيزود، التعرض ل بيئة حرانة زيادة عن اللزوم، حصل لك زيادة في الايد، حصل لك ديهايدريشن اللي هو زيادة في الايد بتاع الجسم، او حصل لك جفاف. طيب الفيفر نيرسينج انترفينشنز، تدخلات بقى بتاع التمريض المفروض الممرضين يعملوا ايه؟ قال لك مونيتور فايتال ساينس، يبدأ يقيسوا الفايتال ساينس عموما، يبدأوا يقيموا لون الجلد نفسه ويحددوا درجة الحرارة، يبدأوا يقيموا او يقيموا العدد نفسه بتاع ال WBCC BCS قصدي، اللي هي الوايت بلاد كاربوسيلس او الوايت بلاد سيل زي ما بيقولوا، بس طبعا يعني صح ان هي كاربوسيلس اللي هي كرات الدم ايه البيضاء اللي هي بتاع المناعه يعني، فيبداوا يشوفوا عدد كرات الدم البيضاء، يبداوا يقللوا الملابس زياده عن اللزوم لو كان البيشنت نفسه حاسس ان هو دافي او حاسس ان هو حرار، لكن لو هو اوكي كده في الحالتين وعنده فيفر، لكن لو هو حاسس ان هو بيرتجف، هو عنده حمى برضه بس بيرتجف، فساعتها هتزود له الملابس، يعني لو هو يعني حران مش طايق نفسه هتخفف له، لكن لو هو بيرتجف فساعتها هتزود له الدفى ده. تمام، طيب هتبدأ تحدد الانتيك والاوتبات، انت عارف طبعا ان السوائل اللي بتطلع من الجسم دي زي اليون والحاجات دي كلها بتقلل لك من درجة الحرارة، فتبدأ تحدد الداخل والخارج من الجسم، تبدأ تقلل النشاط بتاع النشاط البدني، تبدأ تحافظ على المريض على النظافة بتاع الفم عشان يحافظ على الميوكس ميمبرين بتاعه، الأغشية نفسها تكون رطبة، ويبدأ يطبق حاجات تقلله من درجة الحرارة، حاجات رطبة كده زي مثلا الضمادات أو اللي هو يقول لك كمادات باردة، كمادات الكمادات يعني،
ويبدأ يطبق إن بيجيب زي خدة كده أو شنطة أو حاجة، ويكون سعانة تلجانة فيها جليد يعني من التلج، يبدأ فيها تلج يعني، ويحطها على أماكن البالص وفي أمام الوش وفي الفخذ والكلام ده كله عشان يزود لك فقد الحرارة يعني من خلال كوندكشن التلامس، اللي هو يجيب حتة تلجية والكلام ده. بس طبعا بيجيبها في شنطة مش زي عندنا في البيت وكده يعني. الاسبونج اللي هو ايه، الجسم نفسه، بتبدأ تحط الجسم نفسه مع مية والكحول عشان تعزز فقدان الحرارة نفس الكلام بس بالبخار. ايه تاني، بتبدأ توفر هواء نفسه يكون بارد اللي هو باستخدام المروحة مثلا، او تبدأ تزود فقدان الحرارة من خلال الكونفكشن الهواء. طيب قالك في تغيرات في تنظيم الحرارة في جسمك، الهايبر والهايبو، الهايبر سيرميا والهايبو سيرميا. طيب الهايبر سيرميا، ودي بالنسبة لك تعريفها هي ان ريجوليتد يعني ارتفاع غير منتظم في الكافيتي بتاع الجسم او في درجة الحرارة بتاعة الجسم كنتيجة من عدم القدرة على تنظيم الحرارة، ودي ممكن تسبب بواسطة تعرض لدرجة حرارة خارجية عالية، فبالتالي تأثرت بيها ف زدت. تمام، زي مثلا الاول ان انت مثلا موجود في الهواء الطلق في يوم حار جدا، الاعراض بتاعته قال لك الاعراض بتبدا تظهر من الهايبوثيرميا. بتضمن ايه مثلا؟ قال لك المسل كرامبس، عندك تقلصات في العضلات، عندك ارهاق وتعب، نقص من التنسيق، عندك زي دوخه وحيران وتقلص وانقباضات برضو نفس الكلام، تقلصات، عدم القدره ان انت مش عارف تعمل تعرق يعني، وممكن تسبب لك موت زي ما قلت لك. طب الهايبرثيرميا التدخلات بتاع التمريض، قال لك والله التدخلات احنا قلناها في سلايد قبل كده، تمام، اللي احنا قلنا نحط كمادات مش عارف ايه الكلام ده كله. طب في بقى زي اجراءات هتعملها حديثة اللي هي ايه، الانترنال كولينج تكنيك، تقنيات بتعمل تبريد داخلي جوه جسمك، زي مثلا انك تعمل ايس ووتر جاستريك او ريكتال ليفيج، اللي هو تعمل غسيل معدي بماء بارد، او غسيل في ريكتال في فتحة المستقيم بتاع البيش، فتبدأ تقلل درجة حرارتك. تمام، او ممكن في الاكسترنال تقنية تبريد خارجية، ودي بتكون سهلة وانت عارف الحاجات الخارجية اصلا سهلة انها تتنفذ وفعالة، اللي هي كونداكتيف عن طريق التلامس زي ما انت لسه واخد الكوندكشن اللي احنا كنا لسه واخدينه التلامسات، فتبدأ تعمل تطبيقات لحاجات تلمس البيشنت نفسه بطريقة مباشرة، زي مثلا انك تجيب له بطانية خافضة للحرارة او حمام بارد. تمام، اهو ده مريض وقاعد في حمام بارد مليان تلج، فجسمه عمال يقل في الحرارة، ودي بطانية اوكي وكول داون يعني، دي بطانية بتبقى طبية بتبقى بتقلل الحرارة يعني. تمام، قال لك القياسات الهايبوثيرميك بيشنت ديت، انت عندك بيكون زي ما انت قلت لك بطانية باردة، تمام، واي اغطية بتكون باردة زي ما انت شايف. يبدأ بقى يعملوا كمادات باردة عند الاجزلة او الفخذ، او يبدأ يحط سوائل باردة في الاوردة، يحط له قسطرة تكون باردة، اي حاجة تحاول يحطها باردة في الهايبوثيرميا. قال لك التدخلات بتاع التمريض برضو من الخارجية، عندك الكونفكتيف دي ممكن كونفكشن الهواء، فدي بتبدأ تزيل الملابس وتستخدم المراوح. تمام، الاكسبلوراتيف اللي هو جاي من كلمة الاكسبلوريشن اللي هو التبخير يعني، وتبدأ ان انت تزيل الملابس وتستخدم مراوح برضو، بس المرة دي تبدأ تحط على الجلد نفسه مية باردة شوية عشان الهواء لما يجي على الماء البارد يخفف له خالص، ويبدأ تطبق طبقات يعني سنجل كده مبللة على الجلد. تمام، تبدأ تجيب زي طبقات رفيعة جدا من القماش وتكون مبللة بالماء. طيب الهايبو بقى، احنا خدنا خاصة الهايبو، الهايبو سيرميا الديفينيشن بتاعه قالك دوت انت درجة الحرارة نفسها بتقل على المستوى المحدد، وتبدأ بده بيكون نتيجة قصدي من نقص الحرارة يعني، بسبب او ان انت عندك النقص بتاع الحرارة في الجسم، ان الجسم عمال يفقد حرارة اكتر من ما هو بينتج، ودي بتتقسم لتلاتة، المايلد هايبوثيرميا من 36 ل 34 سيليزيوس، والمودريت من 34 ل 30، واللي اقل من 30 بيسموها سيفير هايبوثيرميا. تمام، قال لك طيب
الاسباب بقى والله عندك نقص في الميتابوليزم، عندك نقص في النشاط عادة بيحدث في الناس اللي هم الكبار قوي، عندك مثلا البتاع اللي هو المهدئات اللي هو مثلا واخد مخدر، اوكي، عندك فشل في الدورة الدموية نفسها، عندك تعرض لبيئة خارجية باردة جدا، تمام، فانت تتأثر بالبيئة دي فهتلاقي جسمك درجة حرارته بدأت تقل. تمام، المانيفستيشنز الظواهر نفسها، هتلاقي درجة الحرارة طبعا بتقل عن المستوى المحدد، هتلاقي الجلد بتاعك ويكسي يعني زي ما بيقولوا مشمع كده وبارد وشاحب، هتلاقي السلورد سبيتش اللي هو اللهجة المتعسفة اللي هو عمال سنه بتخبط في بعضه مش عارف يتكلم أصلا، والساينوز دي ليبس اللي هو الشفايف بتاعتك هتلاقيها ازرقت كده، هيحصل لك نقص في الضغط، وتلاقي الأطراف بتاعتك وإيديك ورجليك كلهم باردين، هيحصل لك نقص في اليورين أوتبوت مش هتخش حمام كتير، هيحصل لك نقص في تنسيق العضلات، هيبقى عندك ديس اورينتيشن انت متحير كده ومش عارف تاخد قراراتك كده، اللي هو انت عمال تتحير مش عارف تاخد قرار في حاجة معينة او مش قرار بس انت مش عارف اللي هو عمال يرتجف وكده، عندك زي دوخة كده وممكن تتطور لكوما، ممكن تحصل لك يغمى عليك يعني غيبوبة. تمام، قالك الهايبوثيرميا التشخيصات بتاع التمريض قالك ايه؟ قالك والله التغيرات في درجة الحرارة اللي هي الهايبوثيرميا دي بتكون متعلقة بان انت اتعرضت لبيئة باردة زيادة عن اللزوم، أو أنت كنت في حالة منهكة أو متعبة، كنت في حالة صائمة، حصل لك تروما، حادثة، حصل لك إصابة جروح معينة، نقص من الملابس نفسها أو المأوى بتاعك ما كانش كويس، البيت والحاجات نفسها. طيب قال لك التشخيصات برضو عدم التنظيم نفسه، التنظيم بتاع درجة الحرارة ما كانش فعال، والخطر من عدم الالتزام بتاع الحرارة، والخطر من إن في فشل في إنه يحافظ على درجة الحرارة مع رينج النورمال، فدي ممكن يكون متعلق بسبب ان انت حصل لك نقص في الايض نفسه الاساسي بتاع الجسم، ودي بيكون في الشيخوخة والتروما والانس اللي هو حصل لهم حادثة او مرض او في الشيخوخة اللي هم الميتابوليزم عندهم بيقلوا يعني. تمام، طيب الهايبوثيرميا بقى هنعمل ايه كممرض؟ هتعمل ايه لما واحد يكون درجة حرارته قليلة جدا؟ هتبدأ بقى توفر له اي بيئة دافية، تقفل الشبابيك مش عارف ايه، تبدأ تدفي المكان يعني، تبدأ توفر ملابس جافة، ما تحطش ملابس مبللة عشان ما يبردش اكتر، تبدأ بقى تطبق له بطاطين دافية، وفي بطاطين دافية بتبقى برضه تبع المستشفى، تبدأ تحفظ الأطراف نفسها قريبة من الجسم، تبدأ تغطي الاسكلاب، تبدأ تغطي فروة الشعر نفسها، تبدأ تغطي شعره بقماش او كده، تبدأ توفر له اسمها ايه السوائل نفسها تكون دافية اللي هي داخلة في الأوردة بتاعته مش سقعانة مثلا أو باردة، تبدأ تطبق له بقى كمادات سخنة أو أي حاجة قماشات أي حاجة تحطها دي أهي، البلانكت نفسها سخنة شوفه حاطله زي كيس كده بيوفر له أي حاجة تدفيها. طيب البالس بقى، البالس ديت الموجة من الدم اللي بتتعمل بواسطة الكونتراكشن الانقباض من البطين الأيس من القلب، تمام، اللي هو بيروح للأورطة وكده. البالس دوت الموجة بتاعت البالس دي أو النبض، تمام، بتمثل لك الحجم الخارج اللي بيسموه الستروك فوليوم، اوكي، اللي خارج، وفي نفس الوقت هو الكمية من الدم اللي بتدخل الارتريز، تمام، اللي خارج من الارتريز واللي داخل الارتريز في كل نبضة كل انقباض من البطين، تمام. قال لك دي شبه الموجة فعلا او الاحساس بالموجة، ودي بتتحس في البريفرال ارتري. طب ايه هما البريفرال ارتري؟ اهو عندك مثلا هنا، اوكي، تعال نجي بقى من تحت مثلا، هنا مثلا دي بيسموها الدورسال بيدز، عندك هنا الريديال دي جنب صباع الإبهام هنا بالظبط، تبدأ صباع اهو تبدأ ايه تحس بالنبض بس بتلات صوابع يعني ما تستخدمش الإبهام خالص، تلات صوابع، اوكي، تمام. وهنا البريكيال، وهنا هنا الابيكال، وهنا الكاروتيد، وهنا هنا التمبرال، ودي بتتقسم لاتنين يعني، تمام، هتاخدهم في السلايد الجاي، وهنا الفيمورال، وهنا البوبيتال، وهنا البوستيرور تيبياليس اهي. تبقى توقف يعني فيديو وتحفظ يعني، حاول لازم تبقى عارف اماكن النبض يعني، هنا هنا اهو الريديال بس هنا في الالنا زي ده دي كده بالظبط، هنا في الالنا، تمام، هنا التمبرال اتقسمت لاتنين سوبرفيشال تمبرال واكسترنال ماكسيلاري، ف
فانت تعرف الاماكن نفسها بالضبط. نفس الكلام في هنا استوانا النوتش، وهنا الكلافيكا نفسها بتتقسم لميد لنصين، تبدأ تقسم الكلافيكا لخط كده وهمي منصف اللي بيسموه الميد كلافيكا لاين، وتعرف بقى الأماكن والكلام ده كله. تمام، نفس الموضوع الابيكال بالس، بيقول لك لو تيجي تقيس الابيكال وكده يعني، وتحدد المكان وتشوف الكلافيكال دي كلافيكال ايه، وتبدأ تقسم خط وتبدأ تشوف الموضوع ده. طيب المميزات نفسها من البالس او السمات بتاعت البالس نفسه النبض، قال لك في عندك الايكواليتي والريت والريزم والفوليوم، اربع حاجات. والريزم والفوليوم دوت اللي هو الحجم بتاع النبضه اللي هو قوتها يعني والساعه بتاعتها. طيب البالس ايكواليتي، ودي بتشير لان البالس قوه البالس نفسها بتقارن ما بين مكانين من الجسم، يعني انت بيبقى عندك ممرضين مش ممرض واحد، تمام، تو نيرفز بيبداوا يقيسوا لك مثلا، مثلا وليكن الراديال، تمام، بس في اليمين وفي الشمال، ممرض يمسك يمين وممرض يمسك الشمال، وفي نفس الوقت ويبداوا يقيسوا في الاثنين في الراديال، خلي بالك في الراديال، فدي بيسموها الايكواليتي، ويشوفوا الكفاءه يعني وكده، تمام، يشوفوا يعني في فرق بين الاثنين ولا لا، بس لازم يكون في نفس الوقت، هي دي الايكواليتي. اوكي، طب اما ريت المعدل اللي هو العدد من النبضات نفسها خلال الدقيقه، ودي بيتم الحصول عليها بواسطه انك بتعد من الابيكال او من البريفال اللي هو زي الراديال مثلا، تمام، خلال الدقيقة. تمام، بيقول لك ايه بقى، بيقول لك ان انت عندك نورمال وابنورمال، ودوت مهمة جدا ليك انك تبقى عارف النورمال انه للبالغ بيكون من 60 لـ100، لو زاد او اقل هيعمل مشكلة، يعني لو اقل مثلا عن 60 هيسبب لك بريدي كاردي، لو زاد هيسبب لك تاكي كاردي، تمام، زاد عن 100، تمام، فانت لازم تبقى عارف البالس النورمال من 60 لـ100. تمام، الريزم نفسه اللي هو من الاخر كده النسبه نفسها بتاعت الاحساس بالبالسيشن، النبض بتاع الصابع، ودول بيكون 3 صابع، ما ينفعش تستخدم اللبام خالص لان اللبام اصلا فيه شريان، فممكن تحس بنبض طبيعي اصلا. تمام، ودي بيوصف لك نبضات القلب من حيث الانتظام او غير الانتظام من نبضات القلب. انت عندك ريجولار دلوقتي المسافه نفسها ما بين النبضتين وبعض النبضات وبعضها بتكون متساويه، لكن الاريجولار دي بتكون نبضات نفسها مش متزنه. الاريثيزميا بيكون نوع من الاريجولا، تمام، بس بيسبب لك ان ممكن في نبضه تبقى بادئه بدري شويه، نبضه تبدا متاخر، نبضه اصلا ما تتعملش، وانت ماشي بالريزم نفسه وتلاقي الدنيا بايظه خالص، بيسموها ديس اريثيزميا او اريثيزميا. البالس فوليوم حجم البالس او قوه البالس، ودي القياس من قوه البالس او سعته من القوه اللي بتتعمل بواسطه الدم المقذوف في الشريان، في الجدار بتاع الشريان لكل انقباض. تمام، قال لك القوة نفسها من النبض اللي بتحسها دي، او من البالسيشن من النبض، لما عندما انت بتحسها، عندما انت بتحس النبض، انت بتحس النبض بتحس بالقوة نفسها، وتقسم لـ4 سكيل. تمام، اول حاجة الصفر، ودي بيبقى ابسنت، دي واحد ميت مثلا، فتيجي تقيس له النبض مش هتلاقي اصلا، فدي نون بالبول يعني مفيش حاجة بتحس. موجة واحد دي بيكون ضعيف، تمام، وبيكون سريع في نفس الوقت يعني، وان هو بيتحمل الشخص ده وبيبقى تناقص. اوكي، موجة اتنين هو نورمال وقوي، تمام، وتحسه بسهولة. موجة تلاتة ودوت اللي هو بيكون باوندنج، صوته عالي وقوي، فسي زيرو اللي هو مش موجود، واحد ضعيف، اتنين اللي هو النورمال، وتلاتة اللي هو عالي. اوكي، فانت يتدون هتتدون بالارقام. العوامل بقى اللي بتأثر على البالس ريت، قال لك العوامل اللي بتأثر على البالس ريت، معدل العدادات نفسه، العد نفسه بتاع العدد بتاع النبضات نفسها في الدقيقة، اللي بيزوده عندك البين، الفيفر، عندك الفيفر انت كل ما بتزود درجة واحدة سيليزية في الفيفر، درجة حرارتك لو زادت 1 درجة مئوية او واحد، قصدي 1 درجة سيليزية، بيبدأ ان اسمه ايه، يزود لك معدل ضربات القلب 10 نبضات، 10 نبضات. الاستريس والضغط والتدريبات والنزيف ونقص في بلاد بريشر، الضغط بتاع الجسم، وبعض الادويه زي الادرينالين والامينوفلين، ده كله بيزود. اما بقى اللي بينقص لك لو انت خدت راحه، لو بعض الادويه زياده العمر اصلا، على بعض الادويه زي الدايجوكسين واللانوكسين وثيرويد جلاند، ودي مهمه، الهايبوثيرويدزم،
عندك غدة درقية طلع الثيروكسين، ودي بيأثر على الحرارة بشكل أساسي. فلما يقل حصل هايبو، درجة الحرارة نفسها هتقل. تمام. طيب البالس ديفيست دوت بالنسبة لك الاختلاف ما بين الابيكال بالس وريدي. فاكر انت الايكواليتي كان ما بين ريديال وريديال بس بممرضين، هنا ما بين الابيكال اللي هو موجود في الصدر والريديال. بيحتاج طبعا يكون في نفس الوقت واتنين ممرضين. تمام. بس ايه، اماكن مختلفة زي ما انت شايف، ويبدأوا يحسبوا في نفس الوقت. طبعا الابيكال هيبقى بالسماعة، سماعة طبيب، اما الريس هيبدأ يعد بايديه. تمام. اللي هو بتاع الصوابع قلت لك ما عدا الصم، خلال الدقيقة يعني، ويبدأ يطرحهم من بعض فيديك البالس ديفيست. طيب قال لك ويبقى ليه يعني زي نورمال ومش نورمال والكلام ده. تيست يور سيلف، اختبر نفسك. ماشي. دي الأسئلة بقى بيقول لك ايه التقييم الصحيح من الفيتال ساينس، العلامات الحيوية الرئيسية بيكون ضروري ليه؟ يحصل لك اكتشاف للابنورماليتيز. طبعا اي حاجة ابنورمال هيكتشفها، درجة حرارتك زادت قلت هيشوف، او النبض او التنفس او ايا كان ضغط. بيقيم لك الانترفينشن، التدخلات اللي انت عملتها. تشوف اللي انت عملته ده نظم لك درجة الحرارة ولا لا. تبدأ تحدد الكومبليكيشن، طبعا تبدأ تحدد اي مضاعفات هتحصل او كده. فمثلا فدوت كل ما سبق all of the above يبقى الإجابة دي. اختبر نفسك برضو العوامل اللي بتأثر على الحرارة الضمة، النوع ولا الوزن ولا ال sensitivity اللي هي العرق اللي هو عيلتك يعني، الهايت، الطول. طبعا لو واحد طويل مش قصير دي مش هيأثر على الحرارة، واحد يعني من عيلة دي أو من العيلة دي مش هيأثر، ولا وزنه نفس الكلام. لكن الجندر، النوع، طبعا عارف إن الستات بيبقى درجة حرارتهم أعلى بسبب البروجستيرون، بسبب فترة الحمل، بسبب حاجات كتير أوي. تمام. فهما بيبقى عندهم درجة حرارة أعلى، فالنوع هو اللي بيفرق في ده، بيأثر على درجة الحرارة. تمام. عندما بتحصل على درجة حرارة الأورال بعد ما بتطلب من البيشنت إن هو يفتح بقه، البروب بنفسه اللي هو سن الحتة اللي قدام، تبدأ تدخلها بشكل جنتلي، شكل يعني بشكل اللي هو ما تزقهاش جامد أوي كده، بشكل براحة يعني وكده. بتدخلها فين بقى؟ في الانتيو سابلينج والبوكيت، ولا اللاترال، ولا البوستيو، ولا السوبيو؟ طبعا البوستيو سابلينج والبوكيت، ودي أكدنا عليها يعني. بيقول لك البوزيشن، الوضعية الأفضل أو الأكثر مناسبة اللي بتحصل على درجة الحرارة بتاعت الريكتال بتكون للأدلت، بتكون ايه؟ يجب ان هي تكون ايه، لاترال ولا ايه؟ تقولي ولا صباعين ولا ايه بالظبط؟ فانت هتقول لي لاترال طبعا، يعني قلت لك ساعتها ان الناس اللي عندهم اوبيزيتي مش بيعرفوا يقيسوا الريكتال بسبب ان هم مش بيعرفوا يقعدوا لاترال. طيب اقل درجة حرارة بتوصل لها في الوقت من ايه؟ هتقول لي درجة الحرارة اقل واحدة انا كان عندنا من 4 ل 6، وكان عندنا من 8 ل 12. 8 ل 12 ده على حاجة، لكن من 4 ل 6 دي أقل حاجة. طب 4 ل 6 صباحا ولا مساء؟ 4 ل 6 صباحا، يبقى الإجابة بي. أيا من الحالات المرضية التالية ربما تنتج لك نقص في درجة الحرارة. تقول لي حصل لك سيربرال بيزي؟ لا. فاكر لما قلت لك أي حاجة تحصل في الجمجمة أو كده ده هيزود لك دي بي من أسباب الفيفر أصلا. انفكشن، عدوى، هيزود لك الفيفر، هيزود لك. لكن هايبوثيروديزم لسه شرحها أصلا، نقص الثيروكسين هيبدأ يقلل لك من درجة الحرارة، يبقى الهايبوثيروديز. البلس، معدل البلس، عدد النبضات نفسه، قال لك لو كان أسرع من 100، كان أكتر من 100 خلال الدقيقة هيعمل إيه؟ هتقول لي هيعمل لي تاكي، بس تاكي بينيا ولا تاكي كارديا؟ تاكي بينيا ولا تاكي كارديا؟ تقول لي تاكي كارديا. تاكي بينيا ده اللي هو زيادة النفس، التنفس نفسه، لكن تاكي كارديا معدل النبضات. تمام. فتبقى تاكي. طيب الألم، اوكي، الحاد او القلق دوت بيزود لك معدل البالس، معدل النبضات بتاعت القلب، ودي بيكون نتيجة ايه؟ سمباثيك. تمام. سمباثيك بيحصل له خمول ولا بيحصل له تنشيط؟ بيحصل له تنشيط، وده سؤال سهل يعني. بس كده، ودي كانت ودي المراجعة، ودي كانت نهاية المحاضرة بتاعتنا. ما تنساش تدعي لنا دعوة جميلة كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.